اليوم بدنا نعمل وصفة طاقية السلطان يلي إلكم فترة عم تطلبوها مني وهلأ جا وقتها. هي إلى فترة طالعة ترند وإلكم فترة يعني طلبتوها مني من فترة عم تقولوا لي يا ليلى عملي طاقية السلطان عملي طاقية السلطان، فآخر من يعمل الترند هي ليلى جواد. بس ليلى بتعمل الترند وبتقفله من بعدها، صح ولا لا؟ اكتبوا لي إذا هالشي مزبوط. تأعمل هالوصفة الشهية، أول شي بدي 3 أكواب من الطحين دقيق القمح، ونفس الكوب اللي بلش فيه بخلص فيه كل المكونات. بضيف عليها ملعقة طعام من الخميرة الفورية أو خميرة الخبز، ولأنها عجينة حلوة بدي ضيف لها 3 ملاعق طعام من السكر. هاي واحدة، أنا ليه حط هالمعلقة بقلبها؟ 2، هاي 3. بضيف لها 1/2 ملعقة من البيكنج باودر، رشة الملح الخاصة لكل الحلويات بس بحطها بعيد عن الخميرة، الخميرة هون والملح هونيك. آخر مكون من المكونات الجافة هي 2 طعام مليانين جبل هيك من الحليب البودرة. هلا بنحرك المكونات الجافة مع بعضها قبل ما اضيف الزيت. بعمل مثل الحفرة بالنص، بضيف لقدر 1/2 كوب من الزيت. فيكن تستبدلوها بالزبدة، فيكن تستبدلوها ب اللهم صلي على النبي اي زيت انتو عندكن اياه. انا حاطة زيت ذرة، اي زيت انتو عندكن اياه بيمشي الحال. بحركن اول شي مع الزيت، تحريكي خفيفة ما ضروري نبسها مثل لما منبس المعمول، لا ما في داعي ابدا، تحريكي خفيفة بس لحتى نغلف شوي صغيرة إلى طحينات مع المادة الدهنية، هيك كتير منيح. هلأ بضيف لها 1 حبة بيض بحرارة الغرفة، ومباشرة بضيف فوقها فانيليا، سكر الفانيليا. نخلطهم شوي بنفس الكباية اللي عبيت فيها الزيت. بضيف لها 1 كوب من المي، انا سخنتها بالركوة، 1 كوب من المي الدافية. وبعجن. هلا اذا بدكم تستبدلوا الحليب الباودر بانكم تحطوا بدال المي حليب سائل، استغنوا عن الحليب البودرة وحطوا بدال كباية المي 1 كوب من الحليب السائل. شايفين كيف العجينة بتطلع عنا طرية بس ما بتلزق بالإيد، لا ما فيها زيت، فبعجنها كتير منيح ما شاء الله. عجنة شو سهل، بس بدي أقول شغلة إنه هلا هلا بالسوائل، يعني عقولة أهلنا الخليجيين هلا هلا بالسوائل. ليش؟ لأنه طحين عن طحين بيفرق. شوفوا أنتوا حطوا السوائل شوي شوي لتوصلوا لهذا القوام. شايفين انا بس اعجن عجينة الفطاير بترك فيها هاي المطة، هاي المطة من بعد ما تخمر واخد العجينة واخبزها يعني بتعطيني قوام ولا افخم محلات المخبوزات. فرح انقلها على جوت تاني، هذا بايركس انا حطة فيه شوية زيت. بشيل فيها بسم الله وبحط العجينة هون، بغطيها وبخليها ترتاح. غطيتها بالكلينك فيلم بنفس الجوط، ما حغيره ولا حجليه، رح حط نفس المكونات الجافة. حطيت نفس المكونات الجافة هون، الطحين والخميرة والبيكنج باودر والحليب البودرة والرشة الملح، كل شي حطيته بهيديك العجينة حطيت نفسهم هون. بعطيهم خلطة كمان للمواد الجافة، كمان بعمل مثل الحفرة بالنص. هلا باخد عندي 1 كوب المي، قبل ما اضيفه رح حط فيه 4 ملاعق طعام من الكاكاو المر الغير محلى، يكونوا هيك مليانين جبل. هذا التاني، والمي ساخنة عندي لأنه الكاكاو بدوب أسرع بالمي الساخنة،
بيعطيني نتيجة أفضل. 4 ملاعق طعام كاكاو مليانين جبل، خلطتهم كتير منيح وحطيتهم بالكباية مشان عيّرها قدامكم أنه كوب طلع عندي. وضيف بقية المكونات عادي جدا، والنص كوب الزيت، فانيليا، وعجينة يا ليلى. صدقوني هالعجينة عجينة كتير سهل، كتير سلسة عجينتها، ما بتحسوا بتدروا إلا لتمة العجينة عندكم. شوفوا هالعجينة، اكتبوا لي منه أسهل من إنه نقسم العجين ونرجع نزيد كاكاو باودر ونقعد ندعك 50 سنة لحتى ينعجنه، هيك أسهل بكتير. فهلأ رح أتركها كمان ترتاح بجوط لحاله، برجع بقول هلا هلا بالسوائل. أنا لأني بعرف الطحين اللي عندي، بعرف قدي عم ضيف له سوائل. حبيب قلبي أنتوا ضيفوا السوائل شوي شوي لحد ما توصلوا لهذا القوام رائع. ممتازة، نلمها ونحطها ببايركس عجنة. كمان نفس الشي بايركس، حط فيه شوية زيت. هلأ صار كل شي عندي جاهز. بهذا الوقت العجينة عم تختمر عندي بمكان دافي، ما شاء الله العجين اختمر والأمور تمام التمام. لو كان عندكم الطقس بارد حطوا العجينة بمكان، مثلا حطوه بالفرن أو حطوه بلفوه بحرام، ما بيطول دغري بيخمر عندكم. الله يبارك، شو أجمل شي بس نشوف العجين هيك انه نضرب بقلبه احلى بوكس. بس قبل ما نضرب البوكس خلينا نفرش ورق السيليكون تاعنا حتى يكون الشغل مريح. هلا البوكس صار محرز، راحة نفسية. شايفين العجينة رائعة، نفس الشيء اللي على شوكولا. هاشتغل فيهم وحدة وحدة، ما في داعي اني رش طحين ابدا. مثل ما شايفين العجينة هوا هوا، بشيلها مثل ما هي بحطها على طاولة العمل. دايما بقول اذا عندكم مكان ببيع من هاي الاوراق السيليكون ما تترددوا ابدا، جيبوها يا الله شو بيسهل شغل عليكم بالمطبخ. رح نبدأ بالشوربة، ندهنها بشوية من الزيت، نقطة زيت بس اني احط اصبعتي وبدهن فيه الشوبك وخلص بزيح الزيت على جنب. هيك بتطلع عند العجينة كتير طرية بعد الخبز. نصيحة ما ترشوا لطحين، تركوها هيك، تركوها طرية تنمد بكل سهولة. انا ما بدي رقاقة كتير، لا بهاي السماكة بعتقد كتير منيح. شايفين سماكتها؟ هاي السماكة منيحة، وعملت جهدي انها تكون مستطيلة ما تكون دائرية، رقيتها بطريقة انها تطلع عندي مستطيل. حطيتها على جنب، هلأ تبلش رق عجينة الشوكولا. اول شي بعطيها الشكل الدائري. الله، استعملوا نوعية الكاكاو جيدة، بتاخدوا عن جد نتيجة رائعة يا جماعة. كمان نفس الشيء، عملت جهدي انها تكون على شكل مستطيل قدر الامكان، يعني ما ضروري بيرفكت، قدر الامكان على شكل مستطيل. هلا عجينتنا البيضة الحلوة، قبل ما احط عليها العجينة على الشوكولا بدي احشيها.
عندي هون شوكولا، أنا كذا مرة صرت عملته قدامكم، فيكن تكتبوا بالسيرش شوكولا سائل ليلى جواد بيطلع لكم هلأ، لأنه أنا عملته قبل بوقت كنت حطته بالبراد. فعطيني هالقوام المتماسك، خلينا نجيب معلقة تانية تأعرف نزل الشوكولا منه. كأنكم عم تلفوا سندويشة. قصة شوي، كونوا كريمين بالحشوة تطلع كتير طيبة. نغنغت نغنغ. هلا انتو عم تقولوا ليلى عم تقول كونوا كريمين، ولكو هي قدي حطت. انا بدي اقسمها اثنين، يعني هلا كمان بدي احشي الجهة التانية. باخد شوي شوكليت شيبس، كمان مغير لونهم على البرد. بس تجيبوا الشوكولا على البيت ويصير لونه هيك ما تخوفوا منه، عادي لانه على البرد فبيعمل بيميل لونه على البياض. مساقبي عندي كمان شوكولا ابيض، لكو هول مرطبين النسكافيه، انا بشو بستخدمهم. بحط فيه هون هيك قصص، بحط شوية شوكولا ابيض، طعمتها طيبة كمان تطلع طيبة. حطوا الحشوة اللي انتو بتحبوها، يعني هلا انا حاطة هاي الحشوات شوكولا، انتو فيكن تحطوا مثلا مكسرات، فيكن تطحنوا بسكويت، انتو تفننوا، الشغلة ذوقية. شفتوا انا كيف حشيتها؟ حشيتها من الجهتين. هلا بدي قصها بالنص، طبعا بعد ما احط عليها الطبقة التانية اللي هي طبقة الشوكولا. حدا يقول لي ايه الجمال ده كله؟ العجينة فينا نشتغل فيها مثل ما بدنا، ناخدها ونجيبها، بس طبعا بدي احفظ مكان الحشوة تأعرف منين بدي اقطعها. شايفين الحشوة اللي جوا؟ بدي اقولكم انه فيكن تعملوها، فيكن تستغنوا عنها، بس هاي الحشوة اللي برا هاي لازم تحطوها. انا مشان ما نحس انه نحن والله عم ناكل بس خبز عجين، حشيتها من جوا ومن برا بتطلع منغنغة. رائع. هلأ كفاية، لأنه هلأ مع اللي جوا هلأ بتشوفوا النتيجة بالآخر كيف بتطلع مغنج تغنج. إذا منحب منرجع منضيف شوكولا. إذا عندكم أي دف شوكولا أنتوا بالبيت فيكن تكسروه أو تبرشوه وتحطوه بنفس الطريقة، كمان بيمشي الحال. هيك صارت تمام، صارت جاهزة لأني أقطع ولف. بأخذ عندي أي سكينة من الوسط تماما. ممتاز. وبعمل شرايط السماكة بين الشريط والتاني تقريبا سنتي واحد مش اكتر، يعني تقطع لكم اياها من هون بلكي بتكون واضحة اكتر. بعمل جهدي ما اقرب على الحشوة، بكون بعيدة. تتلبكوا فيها ابدا. هيدي الوصفه انا بعدها من الوصفات اللي كيف ما جبتوها بتنجح معكم، شو ما نعملتوا حتطلع طيبه معكم. بشبهها لوصفه اللهم صل على النبي سان سباستيان او التشيز كيك المحروق، يلي كيف ما عملتوها فهي بتطلع بيرفكت. شايفين قد ايه انا عم بترك بين الوحده والثانيه تقريبا، يعني شايفين السماكة كيف حلقت؟ فقوموا عملوها بالمكونات المتوفرة، ما ضروري تتأيدوا، ليكو بتمسكوها من قدام ومن ورا.
وبتلف وتما تنقطع معكم. بتتركوها بأرضها. نفس الشيء منكمل. فينا نلفها قبل ما نلف هول فينا هيك. بس أهم شيء حطوا إيديكم تما تنقطع. عملوا العجينة بنفس المكونات والمواصفات والكباية اللي بتبلشوا فيها خلصوا فيها. حطوا السوائل شوي شوي لتوصلوا للطراوية اللي فرجيتكم عليها تحصلوا على نفس النتيجة. شايفين الحشوة وينية؟ أنا ما بدي يكون مقلل الحشوة، بدي يكون هيك سخيانة عليها مثل ما بيقولوا، بتطلع أطيب. نحن ما بدنا ناكل عجين بالنهاية، يعني لو العجينة فيها كاكاو لا يكون فيها شوكولا سائل بتطلع أطيب. شايفين؟ يعني كتر ما العجينة رائعة حتى بإيد وحدة. منلفها منحطها. بدي منكم كلكم تنزلوا بالكومنتات وتكتبوا لي شو رأيكم بهاي الوصفة الطاقية السلطان على طريقة ليلى جواد، لأنه جربت قد ما فيني كالعادة سهل عليكم الأمور. وهي بتعطيني صينيتين على فكرة، مش صينية واحدة، أنا مجهزة عندي صويني صينيتين تطلع عندي سبونجي وطيبة. ممتاز. اي والله شكلها هي ونية بتشهي، صح ولا لا؟ كلامي مزبوط ولا لا؟ هي ونية بتحسوا بدكم تاخدوا شقفة وتاكلوها. انتو لو تشموا ريحة الشوكولا عندي بالمطبخ، ريحة الشوكولا لافة المطبخ لاف. فهلا انا شو حاعمل حبايب قلبي؟ برجع بعمل ليكو، هون صايرة مثل الدائرة. برجع انا بطويها. كل الشغل حيكون قدامكم حتى تعرفوا ليكو الاطراف. بعمل جهدي شوي بسكرها ليكو ضغطة صغيرة هي مباشرة سكرت. ببرمها لو طلع شوكولا ما منخاف. هيدا الشكل يلي انا بدي احصل عليه. هلا بشيلها مثل ما هي وبحطها بالقالب. في عندي هاي الصينيه اللي بنعمل فيها جاتو، عم بدهنها زبده. بدنا نكون عفوا روكب للشريط، بدنا نكون كمان دهنينا بالزبده كتير منيح. ما في زبده دهنوها بالزيت ما في مشكله ابدا. دهنتها بالزبده كتير منيح. هلا بنشيلها شوي شوي وبنحطها بقالب الكيك بهالطريقة. هاي أول صينية، بعمل الصينية الثانية بنفس الطريقة. بشدة هي لأنه هلا ارتاحت شوي فرجعت خمرت، يعني شايفين إجريها قد إيه صار؟ باخد أنا وبشد عادي جدا. ناطرة رأيكم تحت بخانة التعليقات. كتير بحب دايما أول ما نزل الفيديو الصبحية تكون أنا مجهزة قهوتي. شو بحب أقعد هيك أسمع أقرأ كومنتاتكم ورد عليكم. يعني أكتر الأوقات اللي أنا برد فيها على الكومنتات هو الصبح وعشية قبل ما أنام. بصطبح فيكم وبتمسى فيكم. لو طلع شوية شوكولا عائدي عادي. هلا أنا ما في شي شوكولا عائدي، بس لو طلع من قلب الحشوة عادي جدا. هلا شوفوا النتيجة بده يطلع رائعة. يعني العجينة أنا هيك ليكو بس دوس عليها حسي فيها كيف بدها تطلع من بعد الشوي. هلا لفيتهم كلهم، رح أرجع لفة كلها وحطها بالصينية التانية. هديك الصينية مجهزتها أنا هونيك. كمان ما ننسى من هون نعملها، نرجع نعملها على شكل مربع ونلف. بكبسها كبستين بس هون، هي بتلزق لحالها. بصينتي اجت، تعالوا لفرجيكم اياها من الشباك. هلا برمى بس دخل هالصباح ما احلى. في حدا كان كاتب لي يا ليلى اعملي معروف ده اللي فرجينا لبسين كل ما يجي. ف
فتكرم عينك. هاي الصينية التانية كمان دهنتها بالزبدة وبحملها وبحطها بهذا الشكل وبظبطها. يعني عم فرجيكم كل التفاصيل تما تتلبكوا فيها، لأنه اجتني كتير كومنتات اعملي معروف ليلى، اعملي معروف، اعملي لنا اياه بكل تركاتها. إذا صارت معنا أخطاء، أنتم بتعرفوني اللي متابعني من زمان بيعرف إنه أنا التركات اللي بذكرها خلال الفيديو هي سبب نجاح الوصفات معكم. فبوصل هول الطرفين من هون مع بعض، وطلعوا عندي صينيتين ولا أروع من هيك. حأتركن يرتاحوا نتفة يتخمروا، غطيهم شي 10 دقايق ربع ساعة وبعدين بخبزهم. خلصت الجلاية، في مرة حدا كتب لي من متابعاتي حبيبات قلبي يا ليلى كيف بتغسليهم لهول المفرش السيليكون؟ عادي جدا كأني عم جلي أي صحن، بفرشها على المجلة محل ما كانت هون، خلاص بليفها بأرضها وبشطفها منيح تحت الحنفية وبتركهم هيك تيصفوا. ما بجعلكم لحتى يضلوا محافظين على كسر، إنه ما يكون فيها كسرات وتضايقني وقت الشغل. وجليت هوليك الأطرميزات لأني دقرتهم وإيدي كانوا شوية زيت، وجليت هذا المشبك، المشبك إيه مزبوط اسمه مشبك، ما بحطه بالجلاية، وباقي الجلي رح حطه بالجلاية. الحمد لله الجلاية خلصت ولسه الشموسة طالعة، فرح حط فيها وجبة تانية. رائع، الله ريحة الجلي. هلاقي كل بخار رجع طلع على الكاميرا، ريحة الجلي غير. يلا رح صفيهم لبين ما كانت العجينة هيك ارتاحت، ما بياخدوا كتير وقت، بس شكل بيكونوا نار، بيكون ما فيني ادقرهم. وهي فطيرة السلطان او طاقية السلطان، ارتاحت عنا هيك البيسي راحت. مجهزة عندي هون صفار بيضة وفانيليا وشوية حليب سائل، رح اخلطهم مع بعضهم وادهن فيها فطيرة السلطان. شايفين كيف نفشت؟ في معلومة كتير مهمة حابه اقولها، انه في ناس بتستغني عن مرحلة دهن الفطاير. هاي المرحلة ما تستغنوا عنها ابدا. ليه؟ لانه اجمالا فرن البيت حبايب قلبي منه مثل الفرن اللي برا. فرن البيت يعني اذا نحن دهننا الفطيرة بصفار البيت رح ناخد نتيجة افضل مع افراننا يلي بالبيوت، لانه هيك دغري مباشرة تاخد لون، ما بننطر عليها لحتى تحمص لحتى بعدين تاخد لون، لا هيك البيض بيساعد انه تاخد لون بطريقة اسرع. وحطيت الفانيليا، انا الفانيليا مستحيل مستحيل تاخدوا اي زفارة اذا حطيتوا فانيليا او نقطة خل، بس انا لانه وصفة حلو بحب حط الفانيليا. وهلا صاروا جاهزين تيفوتوا على الفرن. فرن حميته لي 5 دقايق او 7 دقايق عم حميه، درجة الحرارة 180، بحطه على الرف النصاني. هي اول صينية طلعتها من الفرن، بدهنها بالزبدة. بس تدهنوها بالزبدة بتاخدوا هيك لمعة حلوة. طبعا فينا ندهنها بالزيت بس اكيد الزبدة طعمتها غير. خليني افتح القالب عنا. نصيحة، اول ما بتطلعوا اي مخبوزات من الفرن غطوها لمدة 6 دقايق 7 دقايق تاخدوا نتيجة افضل. بسم الله، يا سلام. عم بغلي هلأ مي مشان اعمل فنجان قهوة، عبالي فنجان قهوة حد قطعة من هالبريوش غير شكل. تنقطع قطعة، طبعا فيكن تاكلوها سخنة فيكن تاكلوها باردة، انا بحبها سخنة. شايفين الشوكولا بقلبها؟
سايحة سواحين. شايفين كيف الشوكولات دايبة بقلبها؟ رائعة. ولا أسهل من هيك، عملوها بالبيت تاخدوا أفضل نتيجة. ديكو هي الشوكولات البيضة. اقطع قطعة تانية كمان. شي نفيس، شي ناهي، او مثل ما بيقولوا اخواننا السوريين شي فاخر على الاخر. شو رايكم؟ لازم دوقها قدامكم قبل ما اختم الفيديو. الله، القوام يتكلم. بسم الله. رائعة، أكثر من رائعة. جربوها ما بتندموا. كتير طيبة. يعني أنا إذا بخيروني بينها أو بين أي فطيرة تانية على الفطور بنقيها إلا كتير طيبة. وهون حبيب قلبي أنا رح أنهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم واستفدتوا وتطبقوا. إذا طبقتوا اكتبوا لي بالكومنتات. ناطرة اسمع آرائكم. بحبكم كتير وملتقي معكم على بكرة بإذن الله بنفس التوقيت. باي. انا بدي ادوقها هيدي. يلا لحقوا اجا خليني صور لكم اياه لانه في كتار بيحبوا الرياكشن تاعك على الاكل. بس هذا جاتو ولا عجيب الاول؟ ما معجنات قصدي؟ اي معجنات اكيد مش جاتو. معجنات عقلتك جاتون. معجنات بكلها بالشوكه. هيدي الشوكه. هي شوكه يا بعد عمري يا بعد قلبي. كيف بدي اكلها هيك؟ اكلها بايدك. اعطيتك شوكه قلت لي ما بدك. انا شو الي علاقه؟ بدنا نحملها هيك يعني. أنا ما إلي علاقة. فرجيني 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 شو رأيك هيك؟ بس ليكي عجبتني لأنه ليش؟ لأنه فيها شوكولا. بسم الله لسه ما دقة. عجبته لأنه فيها شوكولا. ما بيعرف يدوق ويعطي الرياكشن. لا والله بتتكلم بالشوكة، في شوكة. اتفضل اتفضل بعدها. شو رأيكم؟ علي الكاميرا هيك هيك فرجيكم وشه، شو رأيكم؟
ليش تتذكر اسمعوا مني لأنه هي صحيح معجنات بس ولكن كأنه شنو شنو كأنه هذا شنو كأنه جاتو اسفنجي هيك يعني كأنه جاتو لك صحة وألف عافية طول ما الجيجة حافية هذا شنو يا بعد قلبي بس سؤال فني يا بعد عمري سؤال فني سؤال فني تفضل ودوام حافظوا على قوامة إذا بردت ولا لازم تسخين كمان هدو لأنه ملياني ما شاء الله حشوة فأنا قلت لهم أنتم يغطوه أول ما بيطلعوها من الفرن لمدة 6 دقائق 7 دقائق بتضلها طرية بتضلها لتاني وتالت يوم كمان بس إذا كمان بتتسخن ايه بتتسخن بالمايكرويف وخاصة بالاير فراير أنا عندي لأنه أنا ما عندي مايكرويف هل بيقولولي يعني ليش ما بتجيبي أنا شبهت ال كواسون هيدي الكواسون برافو عليك يسلم تمك وحياة الله قلت لهم إذا بيخيروني بينه وبين الكرواسون بنقيها إلا لكن نغنش تنغنش بالشوكولاتة لك لك أنا دعمت لك إياها شو هذا؟ بعرفك بتحب تدلع البطون هيدا يا حزرك هيدا الشوكولات اللي أنت بتحبه هيدا جبتيه لما أبيض حليب أيوة حليب يعني مدعومة بالشوكولاتة فاللي بيعرفني من يعني بيعرف إن ما عندي مايكرويف مش لأنه أنا ببيتي القديم كان عندي بس ما بستعمله ما بحبه فوالله يا جماعة بحب سخن بالمقلية أنا ما بعرف ما بعرف إذا حدا مثلي الاير فراير أو المقلات الهوائية في بقلبها تسخين مثل المايكرويف يعني فينا نحن عبكرة الصبح أو من عشية فينا نقطع قطعة ونحطها بالاير فراير ونسخنها حت فنجان قهوة يمي يمي والله يا مثلي بعطيك عليهم على 10 هيت لنشوف 10 على 10 صح هو قلب أنا بفزع لما بيقلي بعطيك علامة أنا ما بجامل لكي والله العظيم ما بجاملك بعرف بتعلمني ليش بعرفي أنا لما بنتقد لحتى تحسني وأنت أنا بعتقد أنت يعني كتير استفدتي من انتقادي كتير لما بقلك أنه هالشخص مثلا بده هيك فعلا تعبية بتطلع عداشك لأنه هادي زويق عن جد زويق بقلك مثلا شغلي إسا بتطلع معك أطيب من هيك بتطلع معك أطيب من هيك يعني أنا لا بحكي عن جد عن جد عن جد بيكون انتقادي بمحله أكيد مش لأنه يعني هلا في أنا بعرف هالشي بعرف إنه بتنتقدني مشان حسن من حالي حتى لو أنت بتقولي أحيانا إجبار بخاطري مثلا لا ما بقول لك إجبار بخاطري بقول لك احكي الحقيقة لأنه أنا شايفتها منيحة أنت بتبخش بحكي الحقيقة أنت بتزعلي بس أنت كتير نيقة وحياة الله يلي ما بيعرف هادي كتير نيقة كتير كتير يعني أنا الله يسعدك علي والله يعني أول زواجنا يعني كياني ما كان يأكل شي بالهين ما في شي بيأكله يعني إذا بعمله إياه مثل ما هو بده إلا ما ينتقد إلا ما يطلع فيها دفو يطلع فيها عيب يا جماعة إذا بقلكم هاي الشغلة طيب يعني طيبة إذا لقيتون سكتت ما حكيت شي نهائيا ما تنسوا الطبيعي استرجي تسكت الله يطعمك تسكت عشان جوا سردت كثير طيب رأيته ألف صحة وهنا أنا بنبسط عن جد وقت اللي بعمل شغلة جوزي بيعجبه ولادي بيعجبون لأن على كيفي بعرف زواج ما رأي أنا مشان هيك انبسطت أنك جيت قلت خليني أخذ هاللقطة الأخيرة لأنه في كتار بيحبوا ردة فعلك على تذوق الوصفات فالحمد لله انه عجبتك وانا كتير مبسوطه وهي من الوصفات المعتمده راح تكون انا عندي وراح اعملها لما بيكون في عندي ضيوف وبيكون عندي جمعات بحسها بتبيض الوش بحسها الكل شو هدو شو يا تقبرني شو خلص بكفي بدنا نتغدى خلص لا ما تقل لا لا بتعرفي بشو بذكرني بالعمامه لا 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 بلا ما هي عمامه العثمانيين يمكن بس بتذكرني بال دبس الخرنوب دبس الخرنوب مع نفس طحينة نفس اللون هيك ليه نفس واو هيدي هي اسمها طاقية أو طاقية السلطان يعني هي مثل عمامة السلطان طاقية السلطان صح ذكرتني بالعمامات العثمانيين مزبوط هي هي طاقية السلطان يعني نظرتي محلة أكيد 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 معناتها هي وصفة تركية يعني هلأ هو ترند تركي طلع هو بالأول وما ضل حدا ما عمله بس حضرة جنابي آخر من يعمل الترند وإذا لحقوا عمل الترند بيقفلوا للترند فأنا قفلته عندي أنا الترند قفل يا جماعة ما بقى حدا يعمله خلاص بس كيف عملتيها بطريقة هيك والله من هيني حضر الفيديو بتعرف كيف عملته بهالطريقة هاي والله من هيني ما أحلى تعليقاته لهادي بتشوفي
بيطلع لنا هسه كاتشي. لا لا بدك تتغدى كاتشي لا ولا نص كاتشي بدك كاتشي. لا بدك تتغدى يلا باي.